السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اللعيب على ام بي سي مصر. أقل من 24 ساعة قبل مواجهة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي في قطر، الأهلي كالعادة عينه على السبعة في السوبر، وإن شاء الله زي ما الزمالك رجع بالسوبر السنة اللي فاتت على حساب الترجي، النادي الأهلي يقدر يحافظ على اللقب مصري السنة دي، وبإذن الله دايما تتواصل بطولاتنا وأفراحنا وكلنا ورا النادي الأهلي بكره ان شاء الله. من شويه انتهت مباراه الكلاسيكو ما بين الزمالك والاسماعيلي اللي كانت في دور ال 16، وصعد الزمالك بعد فوزه على الاسماعيلي بهدف دون رد. مباراه كانت شيقه، مباراه كانت عند طبعا التوقعات اللي كلنا توقعناها، مباراه جيده بالفعل. الشوط الاول كان رائع جدا جدا من الزمالك ومن الاسماعيلي اللي بيعود مره اخرى الى بريقه مع ايهاب جلاله. الزمالك يتفوق على نفسه، الزمالك فرقه ثقيله، الزمالك فرقه كبيره، رغم كل الظروف ورغم كل الصعوبات ورغم كل الغيابات الزمالك حاضر في الفتره الاخيره. الزمالك حاضر في الفتره الاخيره. النهارده بن شرقي قلت لكم الماتش اللي فات اصبروا على الراجل، اصبروا على الراجل، والواضح ان كل حاجه بتتقال بتوصل، لان اللاعب النهارده بعد ما احرز الهدف قال اسكت خالص. لمين؟ لكل الناس اللي بتنتقد بن شرقي، سيبوا اللعيبه تلعب، ما يبقاش النقد بعد كل 90 دقيقه، بلاش النقد بعد كل مباراه، ما فيش كده في الدنيا. اللي بتعمله الجماهير على السوشيال واللي بتعمله بعض، مش عايز اقول بعض ايه، بعض المنتمين لنادي الزمالك وبعض النقاد المنتمين لنادي الزمالك وبعض الصحفيين المنتمين لنادي الزمالك في هجومهم على لعبتهم. انت بتهاجم بن شرقي وبتهاجم فرجاني اللي هم نص قوة نادي الزمالك، عجبتوا لك يا أخي والله العظيم تلاتة. اصبروا على اللعيبة شوية يا جماعة، بالذات اللعيبة المهارية. بن شرقي ده لعيب مهاري، عايز كده ايه، بيوصل للجون. الزمالك بيوصل للجون كل ثانية، من أول خمس دقائق الزمالك بيوصل ثلاث مرات، وكان في كده تتكلموا بجد. النهارده شيكابالا اكبر اللاعبين سنا هو النجم، تبص كده الاسيست اللي عمله جول، وجوده كان عامل حاله وعامل خطوره كبيره، وبقى بيكمل ال 45 دقيقه ونص ساعه في الشوط الثاني، يعني موجود. بقى الزمالك على قلب رجل واحد، الكلام ده ما كانش موجود. فادوا فرصه للعيبه ان هي تركز، بلاش انتقادات بعد كل 10 دقايق وكل نص ساعة. كلامكم بجد والله، سيبوا اللعيبة انسوها شوية. وبعدين أنا بقول، وبقول لإدارة نادي الزمالك، وبخالف كل الناس اللي بتتكلم، لو فرجاني ساسي هيعمل لك استقرار وهتدفع فيه 100 مليون جنيه جدد له. جدد له لو ب 100 مليون، جدد له لو هيعمل لك استقرار وما كانش ماضي النادي تاني. معانا مين؟ حبيبي ده وابوه حبيبي، سياده النائب حسام المندوه، واجهه مشرفه جدا